لكم يا جماعه النهارده في ستيفلر رياكشن جديد. اخيرا رجعنا نعمل تاني ستيفلر رياكشن بعد ما توقفنا في ستيفلر رياكشن من زمان جدا، لما قالوا خلاص السينمات اتقفلت ومفيش تريلر رياكشن هنتعمل، عشان طبعا اكيد مفيش سينمات ومفيش افلام بتنزل. فالنهارده رجعنا نعمل ستيفلر رياكشن جديد. النهارده هيكون التريلر رياكشن بتاعنا لفيلم اسمه فيلم الغساله. ده مفروض واحد من الافلام اللي هتتعرض في عيد الاضحى، ده المفروض. لسه مش عارفين هل الكلام ده هيبقى مظبوط ولا بعد كده هيتم تأجيله ولا لا. قبل ما اخش في التريلر وقبل ما اخش في الكاست ليست بتاع الفيلم، كنت عندي كده كام حاجه كنت عايز اقولها. في العيد الصغير انا كنت عامل عيد الفطر، يعني كنت عامل كاتيجوري، كنت عامل اللي هي افلام الحجر الصحي بتاعه العيد الفطر. قلت مش هيبقى فيه سينمات ومش هيبقى فيه افلام جديده ومش عارف ايه والكلام ده كله، فقررت ان انا اخد 5 افلام عربي اتفرج عليها او كنت اتفرجت اوريدي عليها واعمل لها ريفيو، بحيث ان هي طالما ما فيش سينمات بس عارفين انتوا ستيل الجو بتاع العيد يبقى يفضل معانا، ان هو 4-5 افلام بتنزل في العيد. فطبعا ما فيش سينما، فقلت اتفرج على 4-5 افلام عربي واعمل لها ريفيو. ما عملتلهاش ريفيو قبل كده فاعمل لها ريفيو. اللي هيتم كالاتي. جات لي فكره امبارح ان انا كنت عامل نفس الفكره بالظبط في عيد الاضحى ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، خلاص اخر الشهر ده. هعمل برضو نفس الموضوع، افلام الحجر الصحي لعيد الاضحى. هختار 5 افلام برضو تانيين هتكلم عليهم وهعمل لهم ريفيو زي ما عملت ال5 افلام في عيد الفطر. هختار 5 افلام تانيين هعملهم في عيد الاضحى. ده جاستن كيس لو ما فتحوش السينمات تاني، او هي السينمات تقريبا فتحت بس ما فيش افلام جديده بتتعرض، او لان اصلا كانوا قالوا ان اللي كان هيتعرض في العيد الاضحى مفروض الفيلم ده اللي هو الغساله اللي هنعمله تريلر رياكشن لسه كمان شويه، وكانوا قالوا تقريبا كمان كيرا والجن. مفروض ده واحد من الافلام اللي انا فعلا بجد منتظره بتاع كريم عبد العزيز واحمد عز، وفي ممثلين تانيين كتير جدا. فانا برضو حامل الفيديوهات عادي جدا اللي هي بتاعت الحجر الصحي بتاعت عيد الاضحى، مفيش اي مشكله، هعمل لها وهعمل لها ريفيو. وفي نفس الوقت لو نزلت الافلام في السينما عادي جدا في عيد الاضحى هتفرج عليها برضو هعمل لها ريفيو، مفيش اي مشكله. معانا النهارده، ده اللي كنت عايز اقوله لكم. النهارده معانا التريلر رياكشن بتاع فيلم الغساله. في الفيلم معانا احمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميده ومحمد سلام وشيرين رضا وبيومي فؤاد وناس كتيره كمان. التاليف لواحد اسمه عادل صليب واخراج لعصام عبد الحميد. ده تقريبا اول تجارب اخراجيه ليه، يعني ما عملش اي حاجه قبل كده. ومعانا كمان في الكاست ليست في كمان احمد فتحي، وفي معانا كمان محمود الليسي اللي بتاع اس ان ال مش المغني، وعلي الطيب وطهر ابو ليلى. الكاست ليست بصراحه كويس. انا كنت بتفرج قبل كده على فيلم بتاع احمد حاتم وهنا الزاهد اللي هو قصه حب، بصراحه ما جاش معايا سكه خالص، اتقفلت منه. حسيت ان هو مقتبس حاجات كتيره جدا من افلام انجليش وكنت اوريدي قاطع عليها، وكان واحد من اكتر الافلام اللي كان مقتبسها كان فيلم I Walk to Remember. وده يعني مش عايز اخش في ديتيلز قوي في الفيلم عشان برضه حرام اللي ما شافش الفيلم وحابب ان هو يتفرج عليه يتفرج، ومش عايز احرقه له. يعني كان اخد كذا حاجه من كذا فيلم انجليش، فده برضه اللي ما عجبنيش. يعني في اوله ابتدى يبقى حلو وبعد كده ابتدى ان هو يبقى نفيخ، وبعد كده يعني كل ما كنا بنقرب لنهايه الفيلم كل ما كان بيبتدي ان هو يبقى كرينجي بطريقه مش طبيعيه. يعني اكتر حاجه بصاني في الفيلم ده ان في محمود حميده ومحمد سلام. محمد سلام طبعا انا مبسوط من دوره جدا 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 في الشركه الالمانيه لمكافحه الخوارق جمجوم وبمبم. نزل، عملت ريفيو لاول 3 حلقات، هتلاقوا الريفيو بتاعي في الشانل موجود في هوم سينما. ده اخر فيديو تقريبا كنت منزله. دوره حلو جدا، مسلسل حلو جدا، هو محمد عبد الرحمن ثنائي طبعا فظيع. شوف معاكم دلوقتي التريلر لاول مره بتاع فيلم الغساله، يلا بينا. احنا فين؟ احنا شكلنا كده، شكلنا رحنا زمان. لا انا اعرف رحنا باي. ايه رحنا زمان دي؟ نجحت. سامع، مبروك. ميرسي. عمر. بابا. بابا مين سيادتك؟ انا شفت المشهد ده. ثانية واحدة، هو ماشي، هو التيزر خلص صح؟ التيزر خلص، اوكي. المشهد اللي في الآخر ده نفس المشهد اللي كان موجود في دارك سيزون 3. يعني بصوا، يعني
باين قوي ان ده كان في دارك سيزون 3 المشهد بتاع في الاخر الرجل المخترع ومعاهم ومعاه الولا والبنت والبيبي الصغير اللي كان موجود. المشهد ده كان موجود في دارك يعني مش هنحاور على بعض. وهو تيزر قوي انا ما ده اللي انا فهمته من الاخر يعني الغساله دي هي اتس لايك ا تايم ماشين هو يعني بتاعه اللي هي بتاعه السفر عبر الزمن والكلام ده كله. لا ما تقوليش هيبقى اخد من دارك بجد هتشل يعني بجد هو الفيلم هيبقى اخد من دارك. هو تقريبا انا حاسس بصوا لو هنتكلم كوميدي ممكن مش عايز احكم برضو على الفيلم قوي ابقى جادجمنتال قوي فهتفرج الاول على الفيلم لما يجي ينزل وبعد كده هتكلم. ليه ما اعرفش ليه حسيت ان هو اخد من هوت اب تايم ماشين شويه هتلاقيه بقى شويه على هوت اب تايم ماشين شويه على باك تو ذا فيوتشر على حتت بقى الحته الاخيره دي كانت من دارك انا متاكد مليون في الميه دارك اللي شاف سيزون 3 بتاع دارك هيعرف المشهد ده كان فين بالظبط كان في الاخر خالص اخر حلقه في مسلسل دارك في سيزون 3 اللي شاف المسلسل وشاف اخر سيزون هيعرف اللي انا بقوله. بصوا التيزر ما فهمنيش حاجات كتيره صغير قوي التيزر صغير 48 ثانيه يعني ده اللي هو ولا حاجه يعني. هستنى لما ينزل اوفيشال تريلر وهحكم عليه وهشوف اذا كان حلو هتفرج عليه لو هينزل في العيد هخش السينما ولا لا صراحه لان زي ما قلت الكابل بتاع او الدويتو بتاع احمد حاتم وهنا الزاهد بصراحه ما عجبنيش في قصه حب فما اعتقدش ان انا ممكن اخش له بس لو التريلر عجبني وافيهات الفيلم ممكن تبقى حلوه ما عنديش ساعتها اي مشكله ان انا اشوفه واتفرج عليه. بس لحد دلوقتي التيزر مفيش اي حاجه نتكلم عنها اساسا يعني 48 ثانيه ده ولا اي حاجه. فبصوا نسبه ترقبي للفيلم من التيزر ده لحد دلوقتي مع الاسف 4 من 10 تمام. ده نسبه ترقب يعني مبدئيه زي ما بيقول لو التريلر ممكن التريلر يغير الدنيا ممكن التريلر من 4 يبقى 8 بس اي هايلي داوت ان ده هيحصل. ف ممكن من 4 يفضل 4 ممكن 4 ينزل اقل يبقى اقل من 4 فلسه مش عارفين لما ينزل اوفيشال تريلر ان شاء الله هتفرج عليه وهشوف الحكم النهائي بتاعي. وعشان اكون صريح معاكم لو الفيلم اكتفى ان هو ما ينزلش تريلر وده التيزر بس اللي هيبقى موجود لان التيزر ده كان نزل من كام يوم نزل من 4 5 ايام تقريبا ما حدش اتفرج عليه فعشان كده عملت له تريلر رياكشن. لو اكتفوا بالموضوع ده وما عملوش تريلر وهوبا خلوا التيزر ده زي ما هو بعد كده هوبا نزلوا الفيلم صراحة مش هخش يعني انا معلش يعني خلينا صراحة مع بعض انا مش هدفع فلوس واخش اتفرج على تيزر 48 ثانية حرفيا ما ليش اي حاجة في الفيلم واخش معتمد على التيزر ده انا اسف يعني. بس زي ما قلت نسبة ترقبي للفيلم بالنسبة للتيزر ده اللي احنا شفناه 4 من 10 مش اكتر من كده لحد ما ينزلوا ان شاء الله بإذن الله تريلر وححكم من التريلر. بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها على فيلم الغسالة. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم ان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن اسمها هوم الون العاب الجيمز والرعب اللي بيحب الحاجات الرعب بنزل هناك حاجات قصص رعب اللي بيحب الحاجات الرعب هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. وما تنسوش تعملوا لي فولو ولايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام واشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.